مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة نتاعنا. اليوم جيتكم بوصفة خفيفة سهلة ما فيها حتى شيء وباش تعجبكم، انا متأكدة اللي باش يجربها ماهوش باش يندم وباش تعجبكم على الاخر. اول حاجة نشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جيتكم بوصفة جو دورانج، لكن بطريقة احترافية مش بالطريقة العادية اللي احنا مستانسين بها. دونك شنو باش نستحقوا؟ إيترا عصير برقدان معصور، أكل البرقدان العصير بالطبيعة، عليهم نص رطل سفن نارية صمتناها ورحيناها، تنجموا تحيوها بالماكينة كما تنجموا تحيوها هذاك باستعمال الكسكاس وش تظهر بعد حاجة بينا على الأخر. نسحقوا زادا ياغورتا، وأنا نختار دينا ياغورتا بنكهة الخوخ على خاطر هي أكثر حاجة تويتي جو نتاعنا. نسحقوا زادا كمية صحفة سكر، اللي يحب زادا يزيد شوية على كيفو مش مشكل. توا أول حاجة باش نعملها مفيها حتى شي، الجو هذايا صافي مزيد محطلوش سكر بالطبيعة، باش نخلط المكونات نتاعي. السفنالية نحطوها علاش؟ باش تخسرلنا الجو نتاعنا وتعطيه زادا لون حلو. وديما ننصحكم كي تختاروا السفنالية اختاروها النوعية الحلوة وديما يكون لونها غامق قدر ما نافعها أكثر، وزيد خاطر تعطينا لون مزيان للجو. ديجا هي مرحية. توا نزيدو السكر كيما قلت لكم، انتم حطوا هكا تقريبا صحفة وذوقوا، اللي يحب يزيد ينجم يزيد على روحه. جات بركاتها كثرة بداية كمية الجو، وما نحكي لكم الشعر البنة نتاعو. توا نصبو الياغورتا، زادا هي باش تبان برشا الجو. الطريقة هذه تعطيكم نتيجة هايلة. انا ننصحكم باش تجربوها بعد ما المزيج نتاعنا كله ولا متجانس والسكر ذاب مليح والياغورت كيف كيف تحل، نزيدو عصرة قارص، عصرة خفيفة اما راهي تعطي نكهة بالكدا. وبالطبيعة ما نوصيكمش باش البرقدا ديما يكون دوب مع عصرتوه، يكون فريش عصرتوه وبعد نخدمو بيه، ما نخليوش مثلا نعاودو في الصباح نخليوه لليل على خاطر يعملنا مرارة ولا كيفاش في الجو. دونك ماذا بينا يكون فريش. وتهاو هكايا الجو نتاعنا كيما تشوفو حاضر. هكايا نكونو تحصلنا على جو بنين برشا. وراهو السفنالية ساعات مع بعضها تقولك ليه كيفاش السفنالية كل شي، راهي ما تظهرش بنينة برشا، تعطي مطعم بنين، ترجعنا شو خاسر. وانا ننصحكم باش تجربوه على خاطر بريمو مطعم مزايا يوصف. ان شاء الله تكون تبارك اليوم عجبتكم. كان عجبتكم حطولنا اعجاب الفيديو وزيدا اضغطوا الجرس وعملوا اشتراك.